السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الهندسين جميع أنواع الألمان، هنقدم لكم اليوم معتمدة جلد ألماني تمام، الديزاين بتاعها إيطالي. إحنا النهاردة في الشيخ زايد وتم التركيب بجوار هايبر 1. التانية دي يا جماعة دي وظيفتها إن هي بتمنع عنكم المطر تقريبا، طبعا ضمنها يعني حشرات إلى حد ما، بس هي برضك وظيفتها الأساسية اللي هي بتحافظ على الخصوصية إن هي متبقاش مكشوف للجيران مهما كان، بتبقى مقفول زي ما انتوا شايفين كده. تعالى أقرب زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى ستر ليكوا طبعا، دي حفاظ على الخصوصية لو انت بتنشر غسيل ولا أي حاجة، ومثلا لابس لبس البيت ومراقب خالص وانت عايز محدش يبقى يكشفك تمام. هوريكوا بقى صورة الاستخدام بتاعها. زي ما انتوا شايفين اهو، طبعا دي حسب بعضك الطلب، احنا ممكن نطولها وممكن نقصر، كل ما نطوله كل ما بيغطي اكتر، فعلى حسب طبعا برضه ايه العميل، احنا بنطول زي ما احنا عايزين تمام. ممكن نثبتها على المرحلة دي كده، احنا فاتحين مرحلتين، ممكن نثبت على المرحلة الأولى، ممكن نثبت على المرحلة التانية تمام، ونربطها عادي هنا كده بحيث ان هي تبقى ثابتة جنب على الوضع ده. ممكن ننزل نتأكد ان احنا عايزين برضه كل واحد ايه حسب اختياره. كله بالكامل المعدن تمام، عشان ما تبقاش مقطومه على حاجه، في منها بتبقى بلاستيك وفي منها كمان صيني هاي كوبي من ده، كل الكلام ده موجود. طب ايه اللي هيفرق ده عن ده؟ ان دي بتقعد عمر اطول، ومع الوقت بتثبت وجودها وبتثبت ان هي فعلا كفاءه وجوده رقم واحد تمام، لان الصين فعلا نفذت كل حاجه تاني، عشان كده دايما بتلاقي مثلا فرق اسعار كتير تمام. لو حابب تتواصلوا معانا على الارقام التاليه 1-210-23-25-14-34 0-9-56-166-26، رقم من دون علامة واتساب، والمهندس علي 0-128-68-963، وبرضه الرقم ده عليه واتساب، واحنا موجودين بجوار موقف حبوب وبيننا وبين محطة 50-6 ساعة، وموجودين بجوار برضه موقف الزهور وبجوار محطة مترو كلية الزراعة. تحبوا تتواصلوا معانا، وأتمنى يكون شغلنا نال إعجابكم، وإن شاء الله كل مرة هنقول كل ما هو جديد، ويا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب. شكرا.